بسم الله الرحمن الرحيم وحسلامة يا دمان شعب الهير سوماني لان إيه السحافة ده لبسنا كهر مان فوقلاء صدح يطبك بشي كوية طبناد وحضلكو شعب الهير سوماني لان ضريرين دورشادي صدحاد المدح تويدة كمويدة سوماني لان شعب سوماني لان وحي قبير هتشوي إن هيران هجان ونكسة وحاوم بوغضي إن سبدل توغن ووضك كدع كرو أما كدع دونو وحي فيليين إن إذا لطو حكومة كشا غيسا هرومان انت نولاش شددك حكومة كشا غيسا جهاين انت إيه شغلين تنالي يرادا وحي فيليين حكومة كشا غيسا حوشين تنبدو ديمقراطية دا هي أقوان سرادين تجمهورية سوماري لان هي حكومة كشغيصة ملايين تاي وده جركو ده كونا نغضا عدالد يا سنان نصيب در حسر لبسانو اي موسى دالك تلاده هاي تدكي هير سوماري لان وحكم موغضا رجح حمان باحسن يديو آن اي قرانينين ميل لغوض مانتا عبشادة ييهون حمانتا وحكاسن ماي دادكي دورتي موسى ييكوي آن دورا وحاسوا بحضاي او دالتاي حكومة لنكي هاگيا اي كو ادكتا هاي كردغان كشارعيا اي كاقو آنتا هاي بربورينتا ندامكا اي شروع دا ولا لياد بعد الصعدة اما السمدة هقامينتا موسى لبسانو وحلك هاي وحي نغطي سيدان كو كلا غايبينتا إيا كلا إرنائينتا شعبي غرير سومالي لان هالكي وكبيدين لها لابا كو حد قدبك إيا كو تماشادة دستورك إيا حيرارك الدالك إساقو واجب كيسا كوادي هاي إلا لنتا إلا لنتودا لغونا داري وحاتو سالعا دي نواع إن مانتا قلو ياشا ديگان كتبوريد سومالي لان بدو حليو تكوتو دعاي بدو كورينا الله سماينين شرعنا آني كتشوغين دالك وها كم دا صدح فرقلين تا ندامك قناعسيك حرطا ايو تشيدي يي دستور افر حاكمين لان تا سعر بررك حالك ها قوستي ايرفقا ديي دمان نلوشة شعبي غير سمالي لان هو صدع وين يدبع كيمي أمني قده تاسو سببطي إن يكد الله عان مركي أقول ريسي شبه دو قده السومالي لان حيث بيقى وضاري هروع عباري شبه ذا كسما يسمي دلك قده يسا مر لبادنا وان عبارينا وذيك سيقى شن سوري لح وأديكسي جاودة قرنكا دنا شخصي أو يكمل ذي هين للباب يجناسي جارة تضبع عاديسي جا كتوما شده حقوق الإنسان عبرين كحرية الصحافة مدح بنان حرقة شوك تدا مدح ده حزابته يه مواطنين تكل الدول سدير بحسنان تمامل حمدا هي مصوغ ماسغا ما ملكيسة كتيرة إن أي لنطي سغال كالسوني دي بيش عالمك إدل كان كسوغي اعترافك طبعا ميد بحاول دنبي يكال سيسدو وحي مشاري دمانتين قوبتشوغو أحي ويندهي نكواركيني إن هنانكي ديمقراطية ده يرتشد الدور الشرى سومالي لان هل عاد لقو قورعي هرتين يسيد السيلدة وقرد قيد قولي هي وكيلة سومالي لان دعدو ينكاس ورمي يقار كلا أوبضا وحي تلمان حن ايهين هو قامين تموصى بيحي اي سلوغة سالفضايدك يعنادك اغقيمها كفرين يسوغو صوبية شوطي
isla markaana marag cad u yihiin talaxumada hoggaanka maanta jira. Haddii aynu sidaa ku sii soconno, waxaa jiritaanka Soomaaliland laga dooni doonaa iyo qaranimadeeda meel fog ilaahay se kama dhigo. Walaalayaal, haddii aan u soo noqonno ceebtii iyo foolxumadii shalay dhacday ee ahayd inqilaabkii golaha iyo afduubkii sharci ee la sheegtay in lagu ansixiyey xubnihii xeerka haaraanti dhimeeyey ka mid noqoshadooda komishinka doorashooyinka qaranka, waxaan mar labaad ummadda u xaqiijinayaa in xisbiga Wadani aanu si aanka noqosho lahayn u qaadacay la shaqaynta iyo ka mid noqoshada xubnaha la sheegay in la ansixiyey. Xisbiguna diyaar uma aha inuu xalaaleeyo ama jideeyo waxaan sharciga dalka waafaqsanayn arrintan ama arrimo kale. Waxaan ummadda u sheegayaa: kow, mar haddii aanu muuse xeer iyo hagaantoona dhowrayn oo aanu disturku ugu kow ka yahay, mar haddii uu fulin waayey heshiiskii uu la galay axsaabta qaranka ee beesha caalamku goobjooga ka ahayd oo aanu jirin dabar xidhayaaba, mar haddii aanu tala iyo tusaale midnaba ka dhagaysanayn hay-adihii dastuurku furay ama waajibiyey la tashigooda oo ay ka mid yihiin axsaabta qaranka, mar haddii uu ka bayray habkii wada tashiga iyo dimuqraadiyadda ee qarankani ku dhisnaa, mar haddii uu dhaqanayo yool ka dhigtay kala qaybinta iyo kala irraynta bulshada reer Somaliland ee midka ahayd, waxaanu muuse xasuusinaynaa inaanu dalkan xoog ku qabsan kuna haysan karin. Haddii uu ku sii wado aragsiga iyo sharci jiirka, waxaanu u sheegaynaa inaanan taag iyo talo midna u waayin toosintiisa ee aanu ku dhaqaaqi doono tallaabo kasta oo qarankan lagu badbaadinayo. Waxaan shacabiga Soomaaliland ee sharafta leh u soo jeedinayaa inay ilaashadaan midnimadooda, wadajirkooda iyo amnigooda, isla markaana diidaan kuna gacan saydaan kala qaybinta iyo iska horkeenka shacabiga reer Soomaaliland. Ugu dambeyn, waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga Wadani guuda iyo dibadba. Waxaan farayaa inay u diyaar garoobaan halgan adag iyo hawl culus oo dalka lagaga badbaadinayo maamul xumada Muuse Biixi. Allah mahadnaq.